كيفاش باش يكون سعيد التعامل خاصة في الشوط الثاني. شفنا الشوط الأول نهايته كانت مثيرة بين الزوز فرق سواء من النجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي. صحيح سامي، يظهر لي ترجي على معناها على الأربع ساعة الأخيرة نتاع الشوط الأول، يظهر لي ما فماش معين، ما فماش علاش باش يتسرع ويزربوا يعمل تغييرات. نتصور انا يمكن بشويه مع مرور الوقت اذا ما سجلش يمكن مطالب باش يكون عنده اكثر سرعه على الاجنبي هنا كما قلت لك، وائل بالعربي نعرفوا لاعب وسط اكثر منه لعب رواق. نتصور هنا بتتر بلال المجري يكون اول بالضبط، هكا نشوف في بلال المجري اول تغيير. اكيد بلال المجري باش يدخل فتره ما بين الشوطين، وعادي هذا التغيير خاطر كما قلت لك معناها الظروف نتاع المباريات تحكم على تحكم عليك. صحيح وائل بالعربي لاعب يظهر لي بدا يرجع في الفورمه ومعين يمن به، لكن ثم ظروف تحكم هنا كما قلت لك. ترجي مطالب باش يكون سريع على الاروقه، نتصور البدري وبدخول بلال المجري تو باش يوري اكثر سرعه. نجم تلوى كما قلت لك، انا ديما نقول اللي اذا كان يحب يستغل النقص العددي بتاع ترجي لازمو معناها يمسك الكره اكثر ويحاول باش يخرج الكره صحيحه من تالي، خاطر كي تخرج الكره بالتدرج باش تلقى ترجي اكيد بالنقص العددي باش تلقى ديفاي، باش تلقى ليسباس في ظهر وبيان في وجه فرانكوم وكوليبالي، والا في ظهرهم خاطر هما زوج من اللاعبين الوحيدين في الوسط ماهمش في نجم يكونوا متواجدين معناها في وسط التيران الكل. هنا نجم تلوي قام به مره ولا اثنين في الشوط الاول وصل للمرمى. سينو كما قلت لك الترجي نتصوروا يعرف اللي بطول الوقت نجم توما موي ماركي، دونك ما فماش علاش باش يتسرع، وتو دخول بلال المجري نتصور باش يعطي اكثر سرعه للاروقه ان شاء الله. دخول بلال المجري مكان محمد وائل بالعربي في الشوط الثاني، خيار فني جديد بالنسبه للمعين الشعباني، تقريبا تغيير هجومي. الترجي حاجته بثلاث نقاط المباراه هذه بصراحه، تمشي الكره ينزل بدري والهدف الاول. طه ياسين الخنيسي من غير مقدمات، الترجي يدخل الشوط الثاني بقوه. طه ياسين الخنيسي يسجل ارتماء راسيه يسجل الهدف الاول للترجي. شوف انيس البدري والراسيه ممتازه على يمين الحارس سليم الرباعي، غالت سليم الرباعي والهدف الاول للترجي. مباغت الهدف بصراحه مع الدقيقه الاولى بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، والجانب من فرحة جماهير الترجي الحاضرة هنا في الملعب الأولمبي بالمنزة. طه ياسين الخنيسي يسجل ثالث أهدافه في البطولة مع ترجي، هدف بصراحة بسرعة قياسية منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. طه ياسين الخنيسي ومحت جديد في المباراة، يعني كنا نحكيه على الناحية الهجومية بدخول بلال المجري في الخير بصراحة، خلينا نقوله بما انه منذ دخوله سجل طه ياسين الخنيسي الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي على حساب نجم المتلوي. معطى جديد في المباراه سعيد. شوف هذه هجمه ثانيه، فوسيني كوليبالي لانيس البدري صوب ترجع الكره. اي فرصه هدف ثاني، فرصه هدف ثاني تضيع على الترجي. بلال المجري ضاغط الترجي، ظهر توصيه المدرب معين الشعباني منذ البدايه، الضغط على دفاع نجم المتلوي بعد الهدف الاول من طه ياسين الخنيسي. بعد ثواني تجي فرصه ثانيه من جانب الترجي، ترجع الكره لمحمد علي بن سالم، كريس جونيور لعماد المنياوي، يدور بالكره عماد، يلعب لفؤاد التيمومي ظهير الايسر لنجم المتلوي، يوزع فؤاد التيمومي يرجع الكره علي المشاني، تمشي سامح الدربيلي لطه ياسين الخنيسي، سحب الهدف الاول في الدقيقه 46 يعني الدقيقه الاولى في الشوط الثاني. هنا سامي ظني ترجي كما قلنا معناها بدا كما شوط كما انهى الشوط الاول. ريناف كما قلت لك في اخر الشوط الاول طلع ورا اللي هو عاقد العزم باش يسجل، ويظهر لي ولقط لينا معناها توغل على اليمين. من فرصه ثانيه سعيد سامحني، شوف بلال المجري كورته تضرب في طه ياسين الخنيسي، كانت في طريقه للشباك، هذه ركنيه لنجم المتلوي دون عنوان التنفيذ الركنيه بالنسبه لجانب المتلوي. الفرصه الثانيه اللي ضيعها تو المجري، ولو انه اعطاها حقها ضربت في ياسين الخنيسي. رينا الخدمه الكبيره اللي عمل اللي خدمها كوليبالي وحده، بريسا وحده، ومعناها حس هذايا ملاعبي، هذايا قوه الملاعبي وسط الميدان، وقت اللي حس اللي نجم تلوي دخل فيهم الدوت
دونك قرر باش يبريسا بريسا وحده وقص الكره وعطاها في طبق البونتولول كيف كيف زاد لنا توغل من البدري على اليمين. هنا بصراحه نقطه استفهام تاع محور الدفاع طاهر ياسين الخنيسي لاعب كي من هذا ممنوع كما نقولوا احنا بلغه الكره ممنوع باش يكون ليبر في الوقف في سيمتر مع هنا سوء تمركز نتاع عباس وبن صالح كاو ياسين الخنيسي ما يرحمش. الترجي هو المسيطر هو المهيمن مع بدايه الشوط الثاني تقريبا بعد هدف طه ياسين الخنيسي الهدف الشخصي الثالث ليه في البطوله الوطنيه بعد هدف اول كان في مرمى اتحاد تطاوين، هدف ثاني ليه كان في مرمى الملعب التونسي، واليوم الهدف الثالث ليه في مرمى نجم المتلوي. في 46 دقيقه لعب الترجي، قلت مسيطر مع بدايه الشوط الثاني. ترجع الكره حسين الربيع تاع ياسين الخنيسي، فرانكوم يدور، فرانكوم تتقص من جديد الكره نجم المتلوي بسرعه في اتجاه عماد المنياوي، معاه شمس الدين الذوادي على التغطيه الدفاعيه، لكن ياخذ الكره المنياوي عاود يضغط شمس الدين الذوادي، تمشي لهيثم المحمدي الاكثر حضور في تشكيله عفوين الغربي الاساسيه. 540 دقيقه يعني هذه المباراه السادسه ليه او السابعه مع النجم المتلوي، لكن يبدو ان اصابه محمد علي او كريس جونيور. يخرج الكره هشام عباس تماس، قلت نجم المتلوي أسوأ يعني مسيره ليه منذ صعوده في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، أسوأ من طبيعه الحال من مواسم الفارطه تقريبا جمع 5 نقاط نجم المتلوي. والله اذا نحبوا نحكيوا على البدايه علاش زعما الاسباب بالضبط بالضبط يظهر لي اسباب واضحه وجليه معناها من غير ما نتفلسفوا برشا. اذا راهو ساعه الافكتيف راهو مش بالسهل، انت حتى انا نجم تلوي نعرفه في ال5 سنين الاخرى وتبعته بالكدا، فريق كان عنده 7 8 لاعبين موجود لو ستاتيو هذيك ديما موجوده. كي نحكيو هنا على بلال السويسي وجمع خليج وعاطف المازني وفهم المعواني وزياد البكوش وباسيرو وايمن العياري ومراد زهو، هذوما ثمانية ثوابت بصراحة ثوابت باللي يتغيروا لعبية في 5 سنين هذوما كانوا لو ستاتور معناها معروفة للنجم المتلوي هذوما موجودين ديما. تجي في عام ونص تخسر اللعبية هذوما كل، واسكو تغييرهم كان في حجمهم والا صعيب شوي ديموا ثم 3 ولا 4 ملاعبين ما تنجمش تغيرهم. زاد اذا ناخذ نضيفوا لهم انه محروم من الملعب نتاعو اللي هي نقطه من نقاط قوه النجم تلو، يظهر لي ما دونك الاسباب ظاهره ما فماش علاش نقعدوا نفلكسوا في الاسباب. فؤاد التيمومي وزع باتجاه بوبكر ديرا، يرجع الدفاع الترجي، فرانكوم فرانكوم طويله يسرع لانيس البدري على مستوى الجهه اليمين، انيس البدري صعب التمريره الحاسمه لطه ياسين الخنيسي بس سجل بها الهدف الاول وهدف التقدم في المباراه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. فوسي نيكوليبالي رجع لسامح الدربالي، انيس البدري سامح الدربالي يمين يرجع لليسار، حسين الربيع حسين الربيع حسين فرانكوم فرانكوم يلعب بلال المجري دخل مكان محمد وائل بالعربي، يلعب لطه ياسين الخنيسي في العمق الهجومي تاع ياسين الخنيسي، لكن قبله سليم الرباعي يرجع الكره لاحمد بن صالح طويله في اتجاه الظهير الايسر فؤاد التيمومي فؤاد التيمومي، هيثم المحمدي هيثم المحمدي على مستوى دائره وسط الميدان يبحث عن الحل، هيثم المحمدي قدامه فوسي نيكوليبالي رجع يثر باش يرجع لهاشم عباس، هاشم عباس هاشم عباس لاحمد بن صالح. ثوابت الخط الدفاعي بالنسبه لنجم المتلوي هذا الموسم، محمد علي بن سالم يتجاوز بحركه الحسين الربيع ومعاه شمس علي المشيني يخرج الكره تماس تماس من جانب نجم المتلوي ركنيه او ركنيه. هنا لينا سامي اذا كان 8 دقائق لعب نجم المتلوي اذا يحب يخلق الترجي كما تو لينا محمد علي بن سالم اول مره اول صعود يكون دونك لازم ياخذ ريسك اكثر لازم يطلع اكثر بالخاصه بليزاريلا تيرو نتاعو. ركنيه من جانب نجم المتلوي ينفذ الكره ترجع ترجع بسرعه لبلال المجري، بلال المجري يخرج انيس البدري انيس البدري انيس يراوغ انيس انيس البدري يراوغ وسام رزقال يقول مخالفه وينظر معاه اللاعب كريس جونيور، يبدو انه تعرض للاصابه كريس جونيور تاع
تقريبا شبيهه بالهدف الرابع لبدر الكونتراتاك ضد الاهلي المصري. تقريبا خذا كره من مسافه طويله كان استثمر منها هدف ضد الاهلي المصري. نفس المحاوله تقريبا اشبه لكن عرقل كريس جونيور. انيس البدري يعرف خطورته الهجوميه. هنا يظهر لي لينا الباس نتاع بليل ماجد اللي كانت نجم توفر برشا وقت على انيس البدري. كان حطها له خاطر هنا وبلي جبت لازم تحطها له في الاسباس. حطها له وجات وراها الكره سمحت معنا اوبليجي باش عمل كونترول ونقص له في الفيتيس نتاعه اللي هو بالعكس معناها المدافع تعرف انت عاتب ظهره والاخر عمل ديبار البدري. لو كان حطها له في الاسباس يمشي معناها هو عطاها له مؤخر شوي ولا خليه اوبليجي باش يعمل كونترول وينقص له من الفيتيس نتاعه. فوسيني كوليبالي ما ينفذش يخير ان يرجع بالكره لسامح الدربيلي. فوسيني عاود يستحوذ. فوسيني باهي. فوسيني عاود يقص الكره من جديد. انيس البدري باهي المراوغه. انيس البدري انيس البدري يلعب البليل المجري كان قبله احمد بن صالح. فويد التيمومي طويله. فويد التيمومي ترجع من جديد. طايسين الغنيسي. فوسيني كوليبالي يبحث عن الحل. فوسيني تتقص من جديد تمشي بسرعه من جانب نجم المتلوي 32 تمشي الكره من جديد. فرانكوم هنا الترجي يظهر لي غذاء ثقة كبيرة بعد الهدف ولا مسيطر بصراحة ما تحسش حتى ثم نقص عددي. سامح الدربيلي باهي التمريرة. تا ياسين الخنيسي يحاول يحضر ليس البدري لكن فؤاد التيمومي. فؤاد التيمومي محمد أو هيثم المحمدي لك كريس جونيور ما فهموش. هيثم المحمدي تقاس من جديد. أسامة رزقالة يقول ما فما حد شيء تماس لفائدة نجم المتلوي. بصراحة ما شفناش عملية هجومية هدرت مرمى الحارس رامي الجريدي ما عدا محاولة عماد المنيوي تقريبا في الشوط الأواخر الشوط الأول. ماريناش النجم المتلوي من الناحية الهجومية. تقريبا نجم المتلوي بصراحة على مستوى الهجومي في الستة جولات كان زيدوم الجولة هذه السابعة بالنسبة للنجم المتلوي سجل ثلاثة أهداف. ثلاثة أهداف جات من اللاعب أحمد بن صالح وجات من عماد المنيوي وجات من حبيب اللزاز اللي موجود في التشكيلة الاحتياطية النجم المتلوي. تقريبا ثلاثة أهداف في معدل سبعة جولات تقريبا معدل ضعيف في مقارنة بالمواسم الفارطة. ثم مشكل تقريبا هجومي بصراحة خلينا نقولوا بالنسبة للمدرب عفوان الغربي. ترجع الكرة طويلة في اتجاه محمد علي بن سالم. محمد علي بن سالم يخير يرجع لكريس جونيور يسدد. كريس جونيور محاذية لمرمى رامي الجريدي وقت الغاب الحل يعني في التمريرات الهجوميه لعماد المنياوي. جاء تسديد. التسديد بصراحه كان سيء بالنسبه لكريس جونيور في المحاوله الاخيره. اكيد هجومين بصراحه عفوان ما عندوش برشا خيارات. رينيه توا مثلا بدل تكتيك ما ولا يلعب 4-4-2 لوزانج كما نقولوا معناها ثلاثه لاعبين ارتكاز قدامهم علاء عباس ولاو زوج مهاجمين صريحين هما المنياوي وديارا. هذا اللي نجم يعمل خاطر على البنك بصراحه كما قلت غياب البكوش والحكيمي هذوما كاين نجم يكونوا ورقات رابحه في الفريق هجومين. دونك عفوان قاعد يتعامل مع اللي بعد الهدف ولا يلعب 4-4-2 معناها عماد المنياوي وديارا زوز مهاجمين صالحين وراهم على عباس باش يكونوا قراب برشا. دونك هنا بتتر على عباس يمكن باش يعمل خطر اللي فوالا وين خذا الكره تو فوالا بالضبط هذا البلاصه نحكي عليه وفي ظهر فرانكوم وكوليبالي. هنا عفوان فهم بالضبط عفوان فهم اللي راهو لازم نستغل النقص العدد تاع الترجي. يظهر لي لينا البلاسمون التمركز تاع على عباس تو يمكن باش يقلق برشا الترجي. اكيد نعرفوا عفوان الغربي يعني توج بالشامبيونز ليغا الافريقيه كلاعب مع النجم الرياضي الساحلي 2007 ومعين الشعباني فاز ايضا بالتشامبيونز ليغا الافريقيه كمدرب هذه الفرقات. ايضا كان عفوا الغربي اصغر مدرب في البطوله الوطنيه اصبح معين الشعباني هو المدرب يعني من المفارقات العجيبه في هذه المقابله وهذه المخالفه من جانب نجم المتلوي باش ينفذ تقريبا احمد بن صالح هو اللي على الكره. احمد بن صالح تنفيذ كان سيء. حكيت يعني بصراحه على التنفيذ على عباس على عباس تقريبا هاو على دين عباس هو اللي صوب في المحاوله الاخيره دون عنوان ودون مخالب هجوميه نجم المتلوي في هذه المباراه اللي تقدم فيها الترجي الرياضي التونسي منذ الدقيقه الاولى من الشوط الثاني عن طريق طه ياسين الخنيسي في الراسيه غلطة الحارس مرمى سليم الرباعي
ترجع الكرة لبوبكر ديارا وكريس جونيور. بوبكر ديارا في عزلة تامة مع عماد المنيوي في الخط الأمامي لنجم المتلاوي. تماس بالنسبة لنجم المتلاوي من جديد عماد المنيوي. عماد يرجع الكرة لمحمد علي بن سالم، قاعد يصعد باستمرار على مستوى الجهة اليمين. محمد علي بن سالم يرجع الكرة لأحمد بن صالح، ترجع لكريس جونيور. هاشم عباس، هاشم عباس لأحمد بن صالح. هنا الأظهر سامي، أنت قلت توا محمد علي بن سالم اللي هي صعدك خاطر بالتغيير التكتيكي نتاع عفوان اللي 4-4-2 لوزونج. كمل الفرصة ساعة. هذه المحاولة، المحاولة من نجم المتلوي من الأطراف، ترجع لفوسيني. كوليبالي لبلال المجري، مليمترية من كوليبالي لأنيس المجري في الظهر، يعطي الكرة تا ياسين الخنيسي. تا يدخل مناطق الجزاء، يستحوذ تا ياسين الخنيسي، يدور الكرة أنيس البدري. أنيس البدري صوب قدام هيثم المحمدي، وركنية من جانب الترجي الرياضي التونسي بصراحة ماسك بزمام الامور في الشوط الثاني. الترجي الرياضي قلنا سامي بالكات كادو لوزونج اللي يلعب به المتلوي تو، دونك اكيد لي دوزاري اللي تلوبش يلقاو لي سباس خاطر ما عادش يلعب دوزيلي النجم المتلوي، وهكا دونك تو لي دوزاري لازم ثم بور كبير من عندهم. انيس البدري، بلال المجري، انيس، انيس يراوغ، انيس باش يراوغ، انيس اكيد يراوغ، انيس باهي المراوغه لكن مخالفه من جديد لفائدة الترجي الرياضي التونسي ولمصلحة اللاعب أنيس البدري. أنيس البدري عنده زوز أهداف في الترجي الرياضي، وبالتمريرة الحاسمة اليوم لتا ياسين الخنيسي يصبح عنده زوز تمريرات حاسمة، إضافة كبيرة بصراحة لأنيس البدري. 8 أهداف في الشامبيونز ليج، زوز أهداف في البطولة الوطنية، ونزيدهم زوز تمريرات حاسمة، ما خيرش من هكا من اللاعب بالنسبة لأنيس البدري. وهذه المخالفة لحسين الربيع، حسين الربيع الراسية والهدف الثاني، الهدف الثاني، لكن أسامة رزقلة يقول مخالفة أو بيده، ينظر على إذره الحكم أسامة رزقلة، ينظر تاع ياسين الخنيسي. تبقى نتيجة على حالها، هدف مقابل صفر. هاي الإعادة، حسين الربيع موجود بصراحة، لمس باليدين من تاع ياسين الخنيسي، وقرار صحيح من أسامة رزقلة من رابطة جيبس، قرار كان صحيح 100%. خاطر يده ما كانتش ممدودة برشا وكمام في قبال واضحة الصورة أكثر من هكا ما فماش. ترجع الكرة لشمس الدين الذوادي، فرانكوم بالراس يرجع الكرة لفؤاد التيمومي، ترجع من جديد لنجم المتلوي، قاعد يحاول من أجل تعديل النتيجة لمحمد علي بن سالم. محمد علي بن سالم يرفع الكرة، شمس الدين الذوادي، ترجع قدام عماد المنيوي، قدامه حائط كيما الإيفواري فوسيني كوليبالي، ترجع من جديد لمحمد علي بن سالم. محمد علي بن سالم ترجع الكرة للترجي، افتك سامح الدربالي، سامح الدربالي أمن التغطية الدفاعية على مستوى الجهة اليمين للترجي. فرانكوم بسرعة، فرانكوم يلعب الكرة طويلة في اتجاه تاع ياسين الخنيسي، قدامه محمد علي بن سالم. محمد علي بن سالم يرجع الكرة. هنا سامي سامحني، يظهر لي نجم تلوي ملي غير ملي عمل رسم تكتيكي مغاير، يظهر لي لينه بدا يتخلى اكثر في اللعبه، والترجي قاعد يلقى في مشاكل تكتيكيه خاصه، سيتو اذا نعرفوا اللي بالوقفه هذه فرانكوم وكوليبالي قدامهم زوز لاعبين ارتكاز نتاع الدور لاير هما هيثم الحمدي وائل بن غالي، لازم يصعدوا عليهم يلقاو علاء عباس في ظهرهم، يعني هذه الحاجه المشكله اللي يلقاها تكتيكيه اللي قاعد يلقاها الاسبيرونس تو. فؤاد التيمومي، فؤاد التيمومي قاعد يصعد كيفه كيف محمد علي بن بالضبط. سالم على مستوى الجهه اليمين، وكانه عفوا الغربي يحب يلعب الهجوم عن طريق الاطراف بالنسبه للترجي. ترجع الكره من جديد محمد علي بن سالم. بوبكر ديارا صار تقريبا ما عرفش كيفاش يطلب الكره، كان تقريبا في عزله تامه رغم صعود فؤاد التيمومي على مستوى الجهه اليسار، وايضا محمد علي بن سالم على مستوى الجهه اليمين، لانه الحلول في وسط العمق الهجومي او في عمق دفاع الترجي الرياضي كانت غايبه على مهاجمي النجم المتلوي. ترجع الكره انيس البدري، انيس البدري، انيس يرجع الكره للكامروني فرانكوم. كوليبالي، سمح الدربالي بلمسه
من جديد هيثم المحمدي لكريس جونيور على الدين عباس، محمد علي بن سالم، محمد علي بن سالم، عماد المنياوي، بن سالم من جديد خاد علي المشاني لبلال المجري اللي خذا مكان محمد وائل بالعربي. بلال مجري والحكم المساعد الاول عبد العال حسن يقول تماس، تماس لنجم المتلوي تقريبا كي نشوفوا سعيد ثم ممكن ورقه هجوميه ينجم يلعبها عفوا الغربي لحبيب اللزيز اللي صارت الكونفوكاسيون نتاعو الاخيره للمنتخب الاولمبي التونسي. سجل كان هدف التعادل وثمين بصراحه هذا نادي حمام الانف في الدقيقه 94 حتى نقطه ثمينه، وعماد المنياوي ايضا سجل هدف غالي مكن بثلاث نقاط، يعني هذوما الملاعبيه اللي عطاو بصراحه خلينا نقولوا في التابلو بالنسبه لنجم المتلوي مبارياته في البطوله. أربع نقاط جابهم حبيب اللزيز وعماد المنياوي. بالضبط. هنا يظهر لي تو صحيح نراو في ملاعبيه نجم التلوي قاعدين يصعدوا أكثر واللي نراو في خمسة وستة لاعبين في الهجوم، لكن هنا كيفاش رينا البوزيسيون معناها التمركز نتاع عماد المنياوي، خاطر أنا عماد نعرفه بالعكس كي يبدا ثاني مهاجم كي من هكا يلقى راحته برشا، لكن هنا مربوط بالتفاهم بين الكرة من جديد لبلال المجري. بالضبط. بلال المجري تقريبا عمل الصعيب لكنه في السهل كان ينجم، كان ينجم يدخل بالكره اكثر. بلال مجري عنده زوج صحابه روتري وحده، البدري والخنيسي وحدهم كانوا. هجوم معاكس للنجم المتلوي في هذا التيمومي على دين عباس، تتقص الكره من حسين الربيع ترجع قدام كريس جونيور، المره ما يصوبش كريس، يلعب الكره لاحمد بن صالح يطلع بالراس، يطلع بالراس في هذا التيمومي ترجع قدام عماد المنياوي، عماد عماد المنياوي رجع الكره سامح الدربالي ارتبيك في خط دفاع الترجي، ترجع الكره لحسين الربيع، فرانكوم حسين الربيع يراوغ يرجع من جديد الكره لفرانكوم طويل على فرانكوم وتدخل قوي لكن يقول ما فما حد شيء، وسامي رزقاله ترجع من جديد لنجم المتلاوي بلمسه واحده، عماد المنياوي لليمين علي الدين عباس، علي الدين عباس ثم لاعب طايح من جانب نجم المتلوي تتقسم من كريس جونيور في منطقه الجزاء، حذر لعماد المنياوي، عماد المنياوي يتباطا، عماد المنياوي يحذر والتصويب، التصويبه اللي قويه من وائل بالغاليه، وائل بالغالي تصويبته مش بعيد على مرمى الترجي، او التدخل بصراحه قوي قوي من فرانكوم الكامروني، هربت عليه الكره بعد تمريره طويله من حسين الربيع، تدخل قوي. هنا ولينا نراو سامي بتتل تو ثم برشا مشاكل قاعده يلقى فيها ليسبيرونس، لينا البلوك نتاعو بدا يتقسم في زوز، معناها لينا المجري والخنيسي والبدري قاعدين هما اوكي يمشيوا اكثر لاتاك ما همش قاعدين يرجعوا، ولينا البلوك في اربع معناها اربعه واثنين سته، دونك هنا بتتل اختيار من المعين انه يهاجم بثلاثه مع بويسكا رابح ما عنده صحيح انك تدافع باربعه وقدامهم زوز سته يظهر معناها تلقى روحك اون سيكيورتي، بقى هنا كيفاش باش تعامل النجم المتلوي بالوقفه نتاع لاعبيه الترجي، هنا كما قلت كلينا الترجي زيد عرف اللي نجم المتلوي معناها ما عنده ما يخسر وقاعد يجازف وقاعد يصعد باللي دو زارير نتاعو وباللي ثلاثه مهاجمين وبواحد ولا اثنين من اللاعبين اللي نتاعو، دونك هنا الترجي يظهر لي ولا زاد يخمم في الدفاعين، لينا فرانكوم وكوليبالي ما عادش يطلعوا برشا، لي دو زارير كيف ما عادش يطلعوا برشا، هنا الترجي نتصور قاعد يستنى في الكاو معناها في او في وعندهم كما تو كما كره بلال المجري خنيسي والبدري كانوا وحدهم كان نجم يقتل الماتش، دونك انا نتصور الترجي عنده يعرف اللي معينين ثلاثه ملاعبين القداميين مع سوتيان تاع سامح ولا كوليبالي ولا بارفوا ربيع قادرين باش يسجلوا معناها الهدف الثاني، هنا ومتلوي زاد توا ريناه قادر بصراحه شفتوا في الكره الاخرى ريناه قاعد يصعد اكثر خذا ريسك وطلع وهذاك هو انت خاسر واحد شيء دونك معناها لازم يلعب الكل في الكل وهذا اللي صار مع المتلوي تو. أكيد نجم المتلوي ما عندوش مع الشوط الثاني تقريبا خمسة أهداف منذ بداية البطولة، الهدف الخامس كان بتسجيل تاع ياسين الخنيسي في مرمى نجم المتلوي، تبدو أن الأمور مش عال العال على مستوى الدفاعي خاصة في الشوط الثاني بالنسبة لنجم المتلوي على عكس الترجي، بصراحة التوم فور نتاعو كان في الأشواط الأولى سجل سبعة أهداف وكان عنده هدف في الشوط الثاني وبهدف تاع ياسين الخنيسي زوز أهداف، يعني شوف المفارقات على مستوى الارقام والمستوى الاهداف بالنسبه للزوز فرق الترجي التونسي او نجم المتلوي، واحد عنده شوط ثاني يقبل فيه برشا اهداف وفريق ما يسجلش برشا ايضا في الاشواط الثانيه، ترجع الكره
ترجع الكره من وائل بلغالي، وائل بلغالي مع حسين الربيع، لكن تامين للتغطيه الدفاعيه علي المشاني، علي المشاني ونيس البدري يرجع علي المشاني، علي المشاني بلال المجري، فوسيني كوليبالي، فوسيني كوليبالي، حسن عبد العال حسن المساعد الاول يقول مخالفه لفائده كوليبالي ولفائده الترجي الرياضي التونسي المتقدم في نتيجه في 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هنا سامي معنا تقدم المباراة الوقت في وقت الماتش، دونك نشوف الترجي بدنيا كيفاش يكون، اكيد خاطر تعرف خرج من ماراثون كبير وان بلوس منقوص ريتم انفيرنال، ريتم انفيرنال وان بلوس منقوص، دونك رينا تو برشا تعب بصراحة، قاعد عاش قلت كيما قلت لك بكري البلوك تقسم في زوز سي نورمال، خاطر عملوا فور كبير ثلاثة مهاجمين باش طلعوا مش باش يرجعوا بالوقت. دونك هنا نتصور الترجي يمكن اذا كان باش يصير له اشكاليه انه بدنيين كيفاش يكونوا اللاعبين، دونك نتصور تو مش فيه خوريسك برشا في الصعود، او كريناهم ديجا قلت لك اربعه وقدامهم زوز يظهر لي بكم موجودين على طول، قعدوا ثلاثه القدامين هم باش يعملوا ايفور اكثر في الرجوع خاصه، لينا تو البدري والمجري قاعدين عاملين ايفور باش يرجعوا. عماد المنياوي رجع الكره لهيثم لمحمدي، كريس جونيور، كريس جونيور الكره في اتجاه وائل بالغاليه، محمد علي بن سالم، محمد علي بن سالم كان عنده تجربه مع الاولمبي البيجي سابقا ويتحصل على مخالفه، وسامه رزقلا من رابطه جيبس، هذا اللقاء الثاني ليه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد مباراه النادي الرياضي البنزرتي والشبيبه الرياضيه القيروانيه الجوله السابعه، وهذه مخالفه قد تاتي بالجديد بالنسبه لنجم المتلاوي، وهذا تغيير تقريبا، فما ممكن تغيير محمد علي بن سالم، محمد علي بن سالم باش يخرج ويدخل حبيب اللزيز، او تو هذا اللي كنت تحكي عليه بكري سعيد، قلت حبيب اللزيز كخيار هجومي للمدرب عفوان الغربي، خاصة تقريبا الكل في الكل بالنسبة لنجم المتلوي، خاصة عفوان حس اللي ترجي بتتر بدا يتعب بدا يضيع في دوليبير نتاعو، وتو نجم المتلوي في لي مومون فور نتاعو يظهر لي يمكن حس اللي تو ينجم بتتر يسجل، لا مش محمد علي بن سالم، وائل بالغالي، وائل بالغالي بالضبط، وائل بالغالي من الاول ظهر وقت اللي خارج محمد علي بن سالم، لكن تو تغيير عفوان الغربي قرره الاخير تغيير وائل بالغالي ودخول حبيب اللزيز الشاب اللي تم دعوته للمنتخب الاولمبي، هذه المخالفه بالنسبه للنجم المتلوي مش بعيده برشا على ما تقدر 18 متر، هشام عباس مجنبه الكره يساريه ممكن هو الاقرب للتصويب او علي الدين عباس او هيثم المحمدي، هذا الثلاثي اللي موجود قدام الكره والاقرب ممكن يكون هشام عباس هو اللي باش ينفذ، هشام عباس الثنائي عباس وعباس هشام وعلي من سينفذ هذه المخالفه، في انتظار علي عباس ينفذ تلمس الكره تخرج ركنيه، تصويبها مش بعيده برشا بصراحه المخالفه بالنسبه لهشام او علي الدين عباس، علي عباس قريبة من مرمى الحارس رامي الجريدي، لمست في الدفاع تخرج ركنية، ركنية من النجم المتلوي اللي ماسك بزمام الأمور إلى حد هذه اللحظات، علي الدين عباس يطلع محمد علي بن سالم ترجع من جديد، علي الدين عباس ياخذ الكرة تماس من جديد، الكرة الاستحواذ في هذه اللحظات من جانب نجم المتلوي، 27 دقيقة لعب بالتمام والكمال في الشوط الثاني ونتيجة هدف مقابل صفر للترجي، هشام عباس أو علي عباس ترجع الكرة في اتجاه تا ياسين الخنيسي، تا ياسين ياخذها قدام هيثم المحمدي، تا ياسين الخنيسي من جديد، بلال المجري، فوسيني كوليبالي، فوسيني يلعب ما فهموش في الظهر، كرة في الظهر حب يدخل في الدزويت بالنسبة لأنيس البدري لكن ما فهموش، تمرير نيس فوسيني كوليبالي بعيد عن نيس البدري، ترجع لكريس جونيور يلعب لفؤاد التيمومي، علي صار فؤاد يرجع للكره قدامه كريس يطلب الكره، كريس جونيور، كريس يلعب هشام عباس، هنا رينا بعد دخول اللزاز رينا عماد منيا ولا هو يلعب تحت زوز مهاجمين، واللزاز وديارا هما اللي زوز مهاجمين صريحين،
والثلاثه لاعبي ارتكاز خرج وائل بن غاليه رجع على عباسي من بلاصتو. دونك هنا هذايا بصراحه التغيير التكتيك هو عمل برشا مشاكل للترجي. الترجي مازال ما عرفش يتعامل خاطر يمسك النقص العددي. هنا نراو اللي النجم الاول يلعب اربع لاعبي وسط ميدان وفي حين انا وترجي بكوليبالي وكوم. هاي التصويبه الاخيره سامحني سعيد تقريبا تبعها رامي الجريدي كانت نجم تجيب هدف التعادل. بالضبط هنا دونك قلنا تكتيكيين المباراه قاعده تتلعب كما نقولوا قاعدين هزينا اكثر كوم وكوليبالي بويسكو مازوز لاعبي وسط ميدان الصريحين خاطر بالنسبه للمجري والبدري اوكي معناها مهاجمي اروقه لكن مطالبين مش يرجعوا لكن نعرفوا اللي لابور ديفونسيف تاع ماهوش كبير برشا حتى يرجعوا مع لي زارير ودونك الميليو تيران تاع الاسبيرونس هو اللي يلاقي مشاكل تو. نتصور انا معين هذه نقطه نتصور انا اضافه ولو انه شكون عنده في وسط الميدان نتصور اضافه لاعب وسط ميدان اخر محمد علي برمضان يعني بيفو هنا بيتر النقص نتاع اللاعبين الترجي هنا اللي كيما مثلا نتصور كان بوسنينة كان ينجم يكون معناها حل اخر في وسط الميدان لكن مش موجود. نتصور محمد علي بن خاطر الترجي تو اول حاجه لازم لاعب اخر في وسط الميدان خاطر النجم تلو قلت لك بالكات كادو هذه ولا باربعه باربعه مع النقص العددي لقينا يعني بالضبط لقينا اللي كوليبالي وكوم اللي هازين وسط الميدان كامل وبصراحه ما وحدهم اكيد باش يعملوا اخطاء وبتتر هذا اللي قاعد يصير وتحسوا نجم تلو قاعد امن خاصه امن انه ينجم يسجل. اكيد الاعداد البدني مهم في ظل يعني المباريات المتتاليه والرزنامه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. مازال تنتظروا بصراحه استحقاقات كبيره في قدم المواعيد على غرار كاس السوبر الافريقيه وكذلك كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر بالامارات. يعني التحضير البدني مهم بالنسبه للمعدل البدني للترجي الرياضي التونسي. صبري البوعزيزي تقريبا مسؤوليه على عاتقه في اعداد الملعبيه وحضورهم يعني وصولهم للتوب ليفول اللي يحبوا عليه في كاس العالم للانديه تقريبا مسؤوليه صعيبه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. شفنا حتى الملعبيه حاله الارهاق محمد علي اليعقوبي خرج بعد 10 دقائق لعب بسبب الارهاق. ايضا شفنا بكري علي المشيني ايضا انيس البدري تقريبا بالريتم في انفيرنال 16 مباراه في الشامبيونز ليغ الافريقيه بين ذهاب واياب وايضا 6 مباريات الى حد الان في البطوله الوطنيه تقريبا مهمه صعيبه برشا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله يمثلنا احسن تمثيل في كاس العالم للانديه. هاو صبري البوعزيزي اللي نحكي عليه قلت الاعداد البدني مهم جدا. هنا الترجي اذا كان يحب بصراحه يعاود يفتك وسط الميدان ولا يعاود على الاقل يقلل من خطوره يلزمه يبدل حتى هو معين تصوره يلزمه يلعب 4-4-1 خاطر تعرف الاربعه اللوزانج في وسط الميدان يلزمك معناها لازم تكنترهم باربعه كيفهم باش يولي على الاقل نفس عدد وقتها عندك ناقص مهاجم مش مشكله عندك طاهر ياسين الخنيسي والا بلال المجري نجم يكون معناها حل قدام وحده مش مشكله. دونك هنا نتصور انه يدخل برمضان مع البدري يولي برمضان البدري تحت المهاجم برمضان وكوليبالي على جناب وراهم كوم معناها لوزانج وقدامه مهاجم هكا تولي على الاقل ثم معناها ايجاليتي ثم ايجاليتي نيميريك في وسط الميدان وقتها تنجم يرجع ليكيليبر الترجي هكا خط هكا قاعد وسط الميدان كلها ماسكه النجم المتلوي. ترجع الكره اللي في نجم المتلوي في ويد التيمومي كيف سيتعامل نجم المتلوي بدخول لحبيب اللزيز الى جانب ابو بكر ديارا وكذلك عماد المنيوي على مستوى الخط الهجومي. ترجع الكره من جديد شمس الدين الذوادي طويله في اتجاه بلال المجري يهبط حسين الربيع بايه التمريره من بلال المجري تقص احمد بن صالح يسرع لعماد المنيوي لعلي الدين عباس لكن قدامه حاد ايفواري بصراحه ايفوار كبير كوليبالي وكوم بصراحه هم اللي موقفين ترجل اما الى متى نجموا يشدوا فيزيكمون معرفش هذيك رامي الجريدي يخرج من مرماه طويله في اتجاه انيس البدري لكريس جونيور في وادي التيمومي يلعب التماس طويل تماس في اتجاه حبيب اللزاز دخلوا عفوين الغربي مكان وائل بالغالي لوجود الحل الهجومي اللي كان غايب صراحه على مجريات المباراه بالنسبه لنجم المتلوي تاع ياسين الخنيسي
هيثم المحمدي يقص الكرة لفؤاد التيمومي، فؤاد حبيب اللزيز، حبيب اللزيز يتحصل على مخالفة بعد تدخل من فوسيني كوليبالي. أسامة رزقلة يقول مخالفة أخرى، تعددت المخالفات في هذه المباراة. هذا جانب من جماهير الترجي الرياضي التونسي تقريبا ممكن بدا يخمم في حكاية الفيزا في كأس العالم الأندية والتنقل. عودنا الترجي الرياضي التونسي بالحضور الجماهيري الكثيف، شفناه في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية وشفناه أيضا في كأس العالم في مونديال اليابان. تقريبا هجس التأشيرات إلى دولة الإمارات بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي التونسي والحضور بالأعداد القياسية في أحد التظاهرات الكروية الكبرى على مستوى الأندية لجانب ريال مدريد وكذلك إما ريال ريفر بليت أو البوكا جونيور. كاشيما الياباني اللي ربح بيرسيبوليس الإيراني، يعني فرق كبيرة وكبيرة جدا على مستوى القارات. هنا بدات الترجي توا بصراحه حاولين نحسوا فيه قاعد حتى تخليج الكره قاعد يتعب برشا، دونك هنا نصور معين وقت شونجمون توا، نصور دخول برمضان وخروج الخنيسي ويولي الميجري مهاجم صريح والبدري وبرمضان يسكروا اكثر وسط الميدان. هكا باش نتصور الترجي نجم يقعد يجري في المباراه. هكا بصراحه رينا كوليبالي وفرانكوم قاعدين هما اللي هزين عبء وسط الميدان الكل، رينا نجم تلوي توا افتك وسط الميدان. دونك هنا لازم معين تغيير تكتيكي هو زاده باش على الاقل ينقص الضغط على الترجي. اكيد المواجهه 13 في تاريخ البطوله الوطنيه لكره القدم بين الترجي الرياضي التونسي، و13 على 13 الى حد الان بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. هدفته ياسين الخنيسي منذ الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. ترجع الكره، يقول اسامه رزقلة مخالفه على فرانكوم، مخالفه قد تاتي بالجديد من جانب الترجي. بصراحه قاعد ينوم في المدافعين تاع النجم المتلوي، قاعد يمسك في الكره اكثر ما يلزم تقريبا باقل اختار بالنسبه للترجي. ترجع الكره، شوف حتى التنفيذ ما كانش مباشر بالنسبه للمخالفه الاخيره، يعني التريث اكيد يعرف اللي ما عندوش مهاجمين برشا قدام تو، معناها ما طلع المخالفه ما طلعوش مثلا لاعبين المحور الشام الزويدي المشاني، دونك اوبليجي بتلعب قصير. وتسعة دقائق مازال تنهي يعني على نهايه المباراه، تقريبا ثلاث نقاط مهمه. تنفس شويه ترجي الرياضي التونسي، وهذه كره ما توصلش، الكره نتاع ياسين الخنيسي ليانيس البدري، لكن ترجع من جديد فؤاد التيمومي يدور الكره لهيثم المحمدي. هيثم المحمدي 29 عام، لعب 6 مباريات، 540 دقيقة وهذه السابعة عليه تقريبا، حضور تام هيثم المحمدي في خط وسط ميدان نجم التلوي. هذه كرة عليها الدين عباس، تتقاس من جديد من حسين الربيع، حسين الربيع يضغط على الكرة والحكم المساعد الأول عبد العال حسن يقول تماس لنجم المتلوي اللي حب تقريبا يخرج من هذه المباراة بأقل الأضرار وتقريبا نقطة. بصراحة نجم ترضي برشا المدرب عفوان الغربي وأيضا نجم المتلوي قدم خصم بصراحة منتشي برابطة الأبطال الإفريقية الثالثة في تاريخه هذا عفوان الغربي. عفوان الغربي بتغيير وحيد لحبيب اللزيز مكان وائل بالغالي، ما عندوش معناها تشوف البنك بصراحه ما عندوش برشا حلول هجومي، ما عندوش ايضا على ساتور تاع الكيف خاصه البكوش ابار اللي غايبين اللي اللاعبين اللي موش موجودين. البكوش يعني كانت تضرب يعني في التمارين الاخيره والحكيمي قبله وهذوما زوج يعني كانت نجم يكون تعطيه حلول هجوميه تعطي حتى برشا خاصه زوج اللاعبين هذوما سريعين برشا. ترجع الكره سليم الرباعي، سليم الرباعي خليها لهاشم عباس، هاشم عباس لهيثم المحمدي، هاشم عباس عماد المنياوي يرجع للوسط، عماد المنياوي باش ياخذ الكرة لفؤاد التيمومي، فؤاد التيمومي بلمسة قصيرة يطلع بالراس فرانكوم يقص الكرة لينا وسط الميدان الكل عندنا الكرة الأولى ولا الثانية ديما عندنا هذه المخالفة دوزيام بال يعني بالضبط هذا هو عادي خاطر قلت لك المتلوي يلعب أربعة أربعة معناها لاعبين وسط الميدان، الترجي يلعب براتيكمون بزوز دونك تو مومون مش تلقى التفوق العدد للجمعية معناها النجم المتلوي. برشا مخالفات جات من يعني من هذه الجهة من جهة الجهة اليسرى وين موجود فؤاد التيمومي، وكان تحصل على المخالفة الأخيرة كريس جونيور. كا
كان غايب على المباراة الفارطة أو حاضر عفوا، كان يلعب يعني على مستوى الجهة اليسار في مباراة الفارطة ضد النجم الرياضي الساحلي. كريستيان جونيور اليوم موجود في المحور. هذه المخالفة هيثم المحمدي، هيثم المحمدي هو اللي باش ينفذ، تغير المنفذ هيثم المحمدي، يصوب بقوية من تحت الحائط الدفاعي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، غير التنفيذ، كان على دين عباس شفناه من بكري، غير التنفيذ هيثم المحمدي والتألق من رامي الجريدي، ركنية لفائدة نجم المتلوي. 40 دقيقة لعب الشوط الثاني، تتنفذ الركنية، ترجع لسامح الدربالي، سامح الدربالي يصبح على الجهة اليسار، سامح الدربالي لبلال المجري، بلال المجري استحوذ ثم يعاود يملك الكرة، قصيرة الكرة على ياسين الخنيسي، كانت ممكن تكون لمسة أطول، كانت نجم تجيب خطر. ترجع الكرة عماد المنياوي لعلي الدين عباس، علي الدين عباس يدور بالكرة، علي الدين عباس، عماد المنياوي، عماد المنياوي، سيء التوزيع من عماد المنياوي. يظهر لي توا وقت تغيير بالنسبه للترجي بصراحه، وقت تغيير خط وسط، صحيح اذا كان المتفرج يقول لك حتى الترجي يلعب باربعه اربعه واحد، تغيير ياسين المجري من جانب نجم المتلوي سعيد، مكان بوبكر ديارا، نجم يكون مكان بوبكر ديارا او مكان ثمانية، مكان علي عباس، علي الدين عباس. قلنا الترجي يلعب صحيح باربعه اربعه واحد، لكن الاربعه الوسط الميدان يلعبوا ابلا، معناها في نفس الخط اللي هما على اليمين البدري وعلى اليسار الميجري، وفي الوسط كوليبالي وكوم، والمتلوي يلعب اربعه لكن الاربعه قراب لبعضهم من لوزونج. علي الدين عباس بالضبط هو اللي يخرج هنا، ذاك علاش معناها المتلوي لقى اكثر سباس في الوسط ولاعبيته تحت مركزه اكثر، خاطر البدري والميجري قاعدين يدافعوا على معناها البرة من وسط الميدان اكثر من مدخول، معناها يلزمهم اكثر يقرب وسط الميدان، هما نعرفوهم دو ملي دو جوار دو كولوار، دونك مضيعين شوي للوبير بيتيتر، علاش قلت لك برمضان يعطي حل اكثر وسط الميدان، ونتصور خروج الخنيسي اكيد يعني التغيير هذا الثاني بالنسبه للمدرب عفوان الغربي في المباراه بعد دخول الحبيب اللزاز مكان ويا البلغالي، دخول ثاني لياسين المجري مكان علي الدين عباس في المقابل، زوز تغييرات بجانب الترجي الرياضي التونسي، دخول علي المشيني مكان محمد علي اليعقوبي، ودخول ايضا بلال المجري، بلال المجري مكان وائل بالعربي، مكان وائل بالعربي، 2-2 على مستوى التغييرات، لكن هدف مقابل صفر بالنسبه للترجي في هذه المباراه، والترجي تقريبا اربع دقائق تفصل عن نهايه المباراه، ويسير رويدر نحو تحقيق الانتصار رقم 13 على 13 بالنسبه للترجي على حساب نجم المتلوي في تاريخ المواجهات في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ممكن تغيير ايضا من جانب الترجي، يابل مباركي شوف فيه كنا شفناه يعني على البنك احتياط الترجي باش يدخل تقريبا بعد لحظات، ممكن مكان سامح الدربيلي او حسين الربيع، لا نتصوروا بلاست الخنيسي نتصور، خاطر مطالب تقريبا حفاظ يعني شاف الاطراف، يعني الاطراف بالضبط اللي قاعد يخلق منها في الاختار نجم المتلوي، يحب يسكر يعني المعين الشعبيني بالضبط، خلق المساحات والمنافذ على الاطراف بالنسبه لنجم المتلوي، من حقه معين الشعبيني يحب على 3 نقاط مهمه بصراحه بعد انتصار الجوله الفارطه على مستقبل جيبس، انتصار يسير به رويدر للترجي حتى يبلغ النقطه 13، وما زالت عنده مباراه نهار 21 ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وهكا يكون يسكر الترجي الرياضي التونسي مبارياته المؤجله، ويبقى التنقل لنهار 25 نوفمبر مع الجوله الثامنه ضد الملعب الجيبسي في جيبس، مباريات صعبه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وريتم اكيد مباريات صعبه قوي. كل مره بعدها مريت بقوي، وان بليس تعرف اللي ترجي تو بطل افريقي، دونك كل مبارياته باش تكون صعيبه، كل فريق يحب يربح الترجي وهذا ليجيتيم، دونك ريناها خرج مباراه اللي فاتت ضد ويطلب ايضا التغيير، يطلب ايضا التغيير تقريبا سامح الدربالي،
سامح الدربيلي إصابة أخرى في هذه المباراة. وإيهاب المباركي، إيهاب المباركي كبديل بالنسبة، كورقة بديلة بالنسبة لمعين الشعباني. إذا كان سامح مضروب دونك 44 دقيقة لعب أوبليجي باش يعمل تغيير بمركز بمركز. إذا كان سامح مضروب بالضبط إن شاء الله سلامات لسامح الدربيلي. هاو يخرج سامح الدربيلي إصابة أخرى بصراحة بعد إصابة محمد علي اليعقوبي في العشر دقائق الأولى دخول علي المشاني. يخرج سامح الدربيلي وباش يدخل إيهاب المباركي، كان يعني أساسي في المباراة الفارطة ضد مستقبل كيبس. سامح الدربيلي كان سيسبوندو يعني رجع رونترون اليوم في مباراة اليوم ضد نجم المتلوي. إيهاب المباركي بدا يسترجع اللياقة البدنية وضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. يعلن عليها الحكم أسامة رزقلة تقريبا في آخر دقيقة من المباراة. ضربة جزاء جديدة للترجي الرياضي التونسي، يعلن عليها الحكم أسامة رزقلة. هاي الإعادة، تماس من حسين الربيع ليانيس البدري، يانيس البدري أو ياسين الخنيسي موجود. تضرب الكرة في كريس جونيور، في كريس جونيور واضح اللمس بصراحة باليدين، واليدين كانت مطلوقة دونك ضربة جزاء صحيحة 100%، قراراته صحيحة. أيضا الحكم أسامة رزقلة من رابطة جيبس. يانيس البدري، يانيس البدري قدام الكرة في منطقة ضربة الجزاء. أنيس البدري هل يسجل ثالث أهداف؟ وأنيس البدري يتقدم، أنيس البدري ويسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي على يمين الحارس سليم الرباعي، وثالث أهداف البدري هذا الموسم مع الترجي. تقريبا بيرفورمانس كبيرة برشا لأنيس البدري مع الترجي الرياضي التونسي، هداف الشامبيونز ليج بثمانية أهداف، واليوم يعاود يسجل هدف، الهدف الثالث للترجي، الثاني عفوا للترجي الرياضي التونسي على حساب نجم المتلوي، وايضا يسجل المره الثانيه على التوالي في البطوله بعد مباراه مستقبل جيبس. تقريبا فورما، يسترجع الفورما، فورمه العاده تاع انيس البدري. يمكن احسن مهاجم في احسن لاعب في الترجي في الشهر الاخر بصراحه، احسن لاعب في البطوله معناها لقاها الترجي وقت اللي لازم يكون موجود. عنده مده بصراحه بعيده على الفورمه من كاس العالم و ترجع الكره للنجم المتلوي، نجم المتلوي تقريبا انيس البدري اعطى تمريره حاسمه بس سجل طه ياسين الخنيسي الهدف الاول بالراسيه، وايضا ساهم ايضا في تسجيل ضربه الجزاء. يعني عمل كل شيء في المباراه هذه انيس البدري. يرجع الكره فوسيني كوليبالي، فرانكوم، فرانكوم يدور بالكره تقص له الكره، فرانكوم من حبيب اللزيز، حبيب اللزيز يحذر، يحذر لكريس بوبكر ديارات، ترجع بالدفاع علي المشيني، علي المشيني خرج الكره تماس، ترجع الكره من جديد لياسين المجري اللي دخل منذ قليل في تشكيله عفوان الغربي، مكان علي الدين عباس، محمد علي بن سالم، محمد علي بن سالم بلمسه واحده في وادي التيمومي، ياسين المجري، ياسين المجري بعيد الكره على عماد المنياوي. قلت تجدد الانتصارات التاريخيه على الترجي، الترجي على النجم المتلوي في البطوله 13 على 13 مباراه اليوم، ساهم فيها تا ياسين الخنيسي وكذلك انيس البدري اثنين بليش. مره اخرى الترجي للمره الثانيه سعيد يحافظ على نظافه شباكه، ايضا مهم كما نحكيه على التابع الهجومي، ايضا نحكيه على التابع الدفاعي بالنسبه للترجي. تقريبا في زوز مباريات الأجلة بهدف انيس البدري ضرب جزاء، خمسة أهداف سجل وما قبل حتى هدف. ومعين الشعباني هذه المباراة السادسة ليه، مش لازم تخرج الأمور على إطارها بصراحة. نحب نقول زيدة زيدة مثل هذه الحركات تقريبا في 46 دقيقة لاعب في وقت بديل، زيدة يعني الأمور مشيت العال العال ومشيت بتكريم مع بداية الشوط الأول من هيئه النجم المتلوي، وتهنئتهم يعني الترجي بالشامبيونز ليغ الافريقيه. زيد المشاهد هذه باش ممكن
في اخر المباراه بصراحه ما فماش علاش التشنج، ما يلزمش التشنج، ما يلزمش الصوره هذه نعطيو امبريسيون بيا الفريق بصراحه قاعد يقدم في مستوى كبير باش يمثل تونس احسن تمثيل في كاس العالم للانديه. هنا حبيت نحكي على نقطة تاع الرصيد البشري، كيبدا عندك رصيد بشري ثري، احنا اليوم لينا إصابة محمد علي اليعقوبي وتوا سامح الدربالي، ما نساوش أنا معين باش يكون معناها باش يلقى فريمون مشاكل كبيرة باش يعوضهم، نحكي على الأقل مش حتى على الفورمة اللي أوكي تو الفورمة اللي فيها سامح الدربالي خاصة صعيب باش، لكن نعرفوا زاد قيمة إيهاب المباركي وكيف اللاكس كيف كيف علي المشاني والخليل شمام. دونك هذايا علاش راهو يلزم عندك افكتيف كبير باش تنجم تلعب على عدة واجهات باش كيما كاع تاع اصابات خاصة تلقى معناها المعوضين يكونوا احسن، معناها يكونوا احسن معوض في مستوى هذا يظهر لي موجود عند الترجي تو تقريبا بصراحة كل شيء وفات بالنسبة للترجي، والترجي سيحقق الانتصار الرابع في البطولة ومازال ينتظروا موعد مع الاتحاد الرياضي المنسيري نهار 21 نوفمبر قبل التحول نهار 25 لجيبس ومجات الملعب الجيبسي. ترجع الكرة للكامروني فرانكوم طويلة في اتجاه نيس البدري قبله في يد التيمومي، رجع الكرة بلال المجري يمشي قبل بلال المجري لكن قبله هشام عباس، وسام رزقال يقول مخالفة على هشام عباس بعد التدخل من بلال المجري. هشام عباس لكريس جونيور يلوج عن الحل بصراحة لمحمد علي بن سالم غايب هجوميا للأمانة النجم المتلوي في هذه المباراة، تقريبا ثلاثة أهداف في سبعة مباريات معدل ضعيف برشا في مقارنة بالمواسم الفارطة بالنسبة لنجم المتلوي. هذه المخالفة قد تكون الأخيرة في المباراة بالنسبة لنجم المتلوي، ونجم المتلوي هذه الهزيمة الرابعة ليه في سبعة جولات. مخالفة لهيثم المحمدي من جانب نجم المتلوي، هيثم المحمدي يطلع الكرة والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق كريس جونيور بالنسبة لنجم المتلوي، الهدف الأول لكريس جونيور أو أبو بكر ديارا، أبو بكر ديارا يسجل الهدف الأول. مخالفة هاي الإعادة بالصورة، ياخذ الكرة خطأ دفاعي من جانب الترجي من شمس الدين الذوادي وقدامه إيهاب المباركي، وبكر ديارا يذلل التيجة لنجم المتلوي، اثنين مقابل واحد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. هدف جاء في آخر دقائق أو أمامكم على الصورة، بوبكر ديارا اللي كان في عزلة تامة وغايب اليوم سجل الهدف تذليل الفارق ونهاية المباراة وانتصار الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل هدف على حساب نجم المتلوي. سعيد ولا ايش نقول لك، صحيح مباراة يظهر لي الفرق زوز، انا نقول الترجي استحق الانتصار نتاعو بصراحة رغم اللي ناقص منقوص عددين، عرفت فيش عام على المباراة. نجم المتلوي انا نقول بتتر يلوم روحه قد تضيع، نتصور يضيع الشوط الاول بصراحة، الشوط الثاني الشوط تفضل اسكندر تفضل الاولويه ليك. باهي خليني مع معين شعباني حاليا وانا راجع لكم معين فضل. مؤكد جدا 15 20 دقيقه لعب حتى مدرب ما يحب